اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه رزة شانل وفيديو جديد عن مسلسل مرعشلي. قبل ما نبدا احط لك الفيديو سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فولو على انستغرام. ويلا بينا نبدا في الفيديو ده. هكلمكم عن مسلسل مرعشلي، المسلسل الجميل جدا الجبار جدا، وانا حقيقي حبيته وبستناه من اسبوع للتاني من كتر ما انا متحمسه ليه. الحلقه الرابعه من مسلسل مرعشلي اتعرضت باللغه التركيه وتمت ترجمتها في موقع قصه عش، وحقيقي كانت حلقه تجنن، لكن ما زالت الاسرار موجوده، وده المحمس في المسلسل ان الاحداث مش محروقه او معروفه، وده اللي بيخلي مسلسل مرعشلي الترند دايما يوم عرضه وبيتفوق على مسلسلات قويه زي مسلسل الحفره وغيرها. بعد كده بنستنى نعرف نسبه المشاهده، لان نسبه المشاهده هي اللي بتعرفنا المسلسل ده هيستمر ولا لا. وحصلت الحلقه الرابعه من مسلسل مرعشلي على نسبه مشاهده 7.30، نسبه مشاهده قويه وحلوه للحلقه الرابعه، وارتفعنا عن الحلقه الثالثه بفارق 14. ارتفعنا بطريقه بسيطه لكن الحمد لله ارتفعنا، ونسبه مشاهدات الحلقات على اليوتيوب قويه وبتوصل ل 3.4 مليون مشاهده ويمكن اكتر. يعني الاتراك حبوا المسلسل جدا، وده مطمنا ان المسلسل هيستمر فتره كبيره. وفي تحليل الاحداث الاعلان الاول للحلقه الخامسه، بالنسبه لي بتبدا مع حادثه مرعشلي اوزون اللي انتهت في الحلقه الرابعه، وسبب خوف مرعشلي من الحادثه، واعتقد ان اللي بيحرك سافاش مش اوزون ولكن في شخصيه اخرى، لان المسلسل كله اسرار وتعقدات كتير، فاكيد مش هيبينه من الحلقات الاولى ان اوزون هو اللي بيقول لسافاش على كل حاجه بتخص مهور وعائلته. اوزون متعاون مع سافاش، لكن في شخصيه اخرى تحت الامر ده، وهي اللي بتحرك سافاش وبتقوله على اخبار مهور وعائلتها وكل حاجه عنها. سافاش امتلك اسرار لاوزون وبيقوموا بتهديده بيها، وخياره ما بين انه يبقى خاين معاه يا اما يعمل معاه، ولو ما عملش اي حاجه من الاثنين دول هيكشفه قدام صديقه الهان او قدام جلال نفسه. عشان كده كان خايف وسايق بسرعه كبيره في العربيه في نهايه الحلقه الرابعه، وتوقع بعد ما ينزل من العربيه هيحكي لمرعشلي هو ليه عمل كده وايه السبب ان هو متعاون مع سافاش. مرعشلي مش هيحصل له حاجه في الحادثه، حتى اوزون هيخرج منها سليم. طب مين العدو الحقيقي المهور؟ هل ممكن يكون نجاتي او الهان او حتى والدها عزيز؟ حاله نجاتي وشربه للخمر وادمانه ليه اتوقع بسبب والده عزيز وتفضيل اخوه الهان عليه، فده اللي خلاه يدمن الخمر عشان يبدا ينسى كل الاحداث دي ويسرح في خيال تاني بعيد عن الواقع. وارد جدا يكون هو ابن عمر، صديق عزيز، وثروه عزيز كلها من عمر، وعزيز قتل عمر عشان يبقى غني. واتوقع كمان ان مهور ابنه عمر مش عزيز، يعني الهان هو بس اللي ابنه، عشان كده مسلمه الشركة ومسلمه كل حاجة. الهان وزوجته دلشاد من الإعلان شفنا إنها بتخونه مع صديقه أوزان، أو يمكن شخص آخر هينضم للمسلسل جديد. زي ما قلتلكم في فيديو قبل كده إن دلشاد هتطلع بتخون الهان في المسلسل، مش هتكون هي المتعاونة مع سافاش، وفي روزان هي اللي هتكشف خيانة دلشاد لزوجها الهان. وفي فيديوهات والدة مهور لما قالت لها أحكيلك أكيد حكت كل حاجة وكل سر يخص والدة مهور، لكن عزيز أخد الفيديوهات دي عشان مهور ما تعرفش الحقيقه. وطبعا لان مهور بتتعاون مع جلال اكيد هيوصلوا للاسرار دي وهيعرفوا ايه الحقيقه. اتوقع ان عزيز هو اكبر عدو المهور لانها عرفت معلومات زياده جدا كان المفروض ما تعرفهاش، فعزيز هو اللي هيبقى عايز يقتل مهور، ده توقعي. وفي نهايه الاعلان شفنا ان جلال بيبص لمهور بصات اعجاب، واضح ان الحب هيبدا ما بينهم، واكيد في الحلقه الجايه هتبقى تبع حلقه اسبوع عيد الحب، فكده هتحصل حاجه ما بين جلال ومهور ليها علاقه بعيد الحب. بس كده هو ده الفيديو اللي معايا والتحليل الاحداث والخبر الجميل. متنسوش تعملي فولو على انستجرام، اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.